قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. وعشان الحكومة جزاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب تكون كبيرة شديد في الحكومة. من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني. إذا يا أخي خلاص أنتوا أدوا الشباب دي فرصة. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان تكون معنا الاستاذه نجلاء كرار مديره منظمه بلو هارت المنفذه لمبادره نظافه ولايه الخرطوم لتحدثنا عن المبادره. اهلا ومرحبا بك استاذه نجلاء في راديو دبنجة. في البدايه كلمنا عن المبادره، من اين نبعت وما الدوافع؟ اولا شكرا جزيلا لراديو دبنجة وشكرا لك الاخ بابو. المبادرة انطلقت بسبب وجود كمية تراكم كبيرة من الأوساخ في الشوارع العامة والشوارع الخاصة. يعني الهدف بتاعكم انكم عايزين تغيروا وجه الخرطوم من المنظر اللي هو فيه الآن. والله ده الهدف أساسي يعني، وهدف كبير جدا جدا، لأنه الخرطوم هي يعني العاصمة، والحاجة الثانية هي المدخل الرئيسي للسودان، يعني الواجهة الرئيسية لسوداننا الحبيب. نعم، لكن كده كلمين عن المبادرة، الفكرة دي خلاك شنو تفكر في الحتة دي؟ والله أسباب كثيرة خلتني أفكر. أول سبب، نحن كعاصمة وعاصمة يعني عريقة ما سهلة، ذكرنا في حتات كثيرة بأننا أوسخ عاصمة في العالم، ده سبب. السبب الثاني حاجة في ساحة الأذى عن الإنسان السوداني، يعني سواء كان في الطرقات أو كانت في حياته اليومية، في صحته، في عافيته، في كل شيء، الأوساخ دي بتسبب أمراض متناقلة يعني معروفة لنا. دي أسباب يعني رئيسية ومهمة شديد إنه الناس تلاحظ للحاجة دي، ما حاجة سهلة يعني. نعم، لو أديتنا فكرة بسيطة عن تجربة لك، يعني مثلا شفتي عواصم تانية مقارنة بعاصمة الخرطوم، لو عملت لنا مقارنة بينات بتقدر تقولي شنو في الحتة دي؟ والله طبعا أنا شفت عواصم كثيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا، يعني نحن نقارن بس بالعواصم الأفريقية، يعني لو جينا نشوف يعني الخرطوم ممكن تضاهي عاصمة في العواصم الأفريقية بنلقاها ولا واحدة، يعني ما ممكن تكون هي أنظف من أي بلد تانية لحد الآن. يعني الكلام اللي اتقال صحيح، إنه الخرطوم ما ممكن تنافس أي عاصمة من العواصم الأفريقية في النظافة. نعم، طيب يعني أكيد أنتوا بتكونوا درستوا المشروع ده باعتباره مشروع كبير، يعني المبادرة بتاعتكم دي، بتفتكر الأسباب شنو ليه المدن السودانية مثلا بتمتاز بهذه الطريقة؟ المسببات للحتة دي شنو؟ والله أنا من خلال دراستي للحاجة دي، ممكن أول حاجة يعني بنقول في عدم ثقافة وفي عدم سلوك عام للمواطن، يعني ممكن تلقاهم جوا بيوتهم نظيفين، لكن في الشارع يعني بيحتبروا الشارع ده مكب للأوساخ، بيحتبروا ممكن تقدح فيه أي حاجة. ففي عدم ترقية سلوك وفي عدم احتراس للحاجة دي، يمكن تكون جوانب كثيرة يعني، سواء كان من حكومات أو من المنظمات العاملة في المجال ده، يعني ما في أي طرح لبرامج بتاع توعية أو سلوك أو برامج بتاع ثقافة في المجال ده، يعني حتى الإعلام مقصر في الحتة دي. يعني ممكن نقول السبب الرئيسي يعني الحكومة ما قامت بالدور المنوط بها إنها تنشر الوعي إنه كيف الناس يهتموا بالنظافة العامة مش بس داخل بيوتنا في الشوارع، والتقصير في توفير المعينات أيضا. والله أنا ممكن متفق في الحتة دي، طبعا هي الحكومة يعني، هي الحكومة وهي المسؤولة الأول والأخير في الحاجة دي، فده دورهم. كل المحليات، هيئات النظافة الموجودة، طبعا قصة بلدية دي أنا شايفاها هنا بقت ما في، يعني زمان الحاجة دي بتكون في بلدية، في كل منطقة في بلدية، هسه بدل بلدية بقى في محلية، ما في اكتراث، ما في اهتمام. ونحن بنعيب الحاجة دي على الاثنين، على الحكومة وعلى الأهالي برضه، يعني الاثنين ما في تواصل بيناتهم يخلي إنه حل للمشكلة يعني.
نعم، يعني حس فنحن الحكومة إذا قدرت وفرت المعدات والعربات والناس العاملين، برضو بنحتاج إنه يكون في دور من المجتمع أيضا. بنحتاج يكون في دور من المجتمع عن طريق منظمات المجتمع المدني. أنا شايفة في بداية مرحلة البناء أول حاجة تهتم بالنظافة وبصحة البيئة، فبعد ذلك نشوف البرامج للبنية التحتية والأشياء الأخرى، فصحة المواطن هي المهمة يعني في البدايات. نعم، هل رصدتي من ظواهر تشوفي أن السلوك ما سوي من المواطنين هم بيمارسوه في الحتة دي، يعني في مجال بتاعة النظافة مثلاً؟ دي المشكلة الرئيسية في السلوك في مجتمعنا، يعني بنكونوا قاعدين في مكان ممكن عادي يقوموا يخلوا مخلفات وراهم، تلقى واحد سايق عربية عادي ممكن يقدع القزازة سواء كانت قزاز أو كانت بلاستيك، عادي ممكن واحد يكون ماشي يرمي الوسخ في البرميل بدل يكبه داخل البرميل بيكبه، يعني هو خلاص وصل لحد هناك ممكن يكب الوسخ برا. في مشاكل كثيرة تانية، في ظواهر كمان ظواهر سيئة جدا جدا بتاعت أبطال الشوارع دي، بيتزلقوا من القارورة دي البلاستيكية بيشيلوها بحطوها بيجوا ينكشوا النفايات عشان الواحد يطلع عليه هو بكم قارورة بلاستيكية عشان يبيعها ويترزق منها، لأن أصلا الضخ موجودة في الشارع بكثافة يعني. دي بتشكل خطورة على المواطن. هل الكريستالات دي بيتم استخدامها طوال بيمشي مثلا بيستخدموه بيبيعوه للناس يستخدموه استخدام آدمي، ولا بيستخدموه مثلا في تعبئة حاجات تانية، يعني معدات ما عندها علاقة بالمأكل أو تناول الإنسان للحاجات أو مشروبات؟ والله أنا في الحتة دي ما بقدر أفيدك لأنه ما دخلت لسه في دراسة المرحلة دي، لكن أنا عندي النية أدخل أشوف الحتة دي لأنه شايفة عندهم الرواكب خاصين فيها القزاز ده بكميات كبيرة، لكن عايزة يعني أصلهم وأسألهم أشوفهم هم بتجد شركات تشتريها منهم ريسايكلي ولا هم بيعوا للمواطن وصلوها تاني ولا بيستخدموها في شنو. والله انا الحته دي ما متاكده منها عشان اجاوب عليها يعني. نعم، طيب نجي للمخاطر بتاعت اللي هو وجود النفايات في الشوارع بالطريقة الما علمية، بعد ذاك طريقة التخلص منها، بنلقى الناس برضو بتحرق البلاستيك، الحرائق دي بتكون أحيانا فوقه أجزاء الأدوات الإلكترونية، أجزاء بتاعت مثلا تلفونات وحاجات مواد كيميائية، يعني لما تحرقه سايف في الفضاء العام بشكل خطورة. دايرين نتكلم عن المخاطر بتاعت اللي بتجينا من اللي هو تراكم الأوساخ في الشوارع وتأثيره على صحة الإنسان. طبعا دي مشكلة يعني بجد خطيرة جدا، وانت هنا دورت في الوتر الحساس بصراحة، دي من أخطر المشاكل اللي احنا تلاقتنا في الحتة دي، يعني قصة الحريق العشوائي، حرق عشوائي لأشياء ممكن يكون سبب مباشر لأضرار صحة الإنسان. أنا بالنسبة لي كجنرال حاجة عامة كده حاجة مؤذية للمواطن. طيب لما انتم بديتوا المبادرة بتاعتكم، هل وجدت قبول من الأوساط والمجتمعات في المناطق اللي انتم طرحتوا فيها المبادرة؟ لاقت قبول يعني بكمية ما تتخيلها، يعني بجد يعني تحس بأنه الناس المواطن متأزم وقرقان في مشكلة وما عارف حلها هيكون كيف، يعني زي المنتظر ناس تجي تنجد في الحتة دي. أنا شخصيا حسيت بأنه الموضوع ده كبير وأنا في حتة أكبر من حجمي، يعني جوني كمية من المواطنين بنشد من أزرك ونحن معجبين جدا بالمبادرة دي، ويا ريت ويا ريت كل الناس بيجوا يحكوا مشاكلهم بيحكوا ونفسهم يعني تصبح الواقع عليهم ويلقوا نفسهم في بلد نظيف معافى. في منظمات مجتمع مدني، في جهات أنتم متضامنين لتنفيذ المبادرة، ولا المبادرة حتى الآن يعني قائمة على جهودكم الخاصة؟ والله أنا طبعا مبادرة نظافة الخرطوم كانت قايمة على جهودنا الخاصة، لكن بعدها قامت مبادرات وأنا فتحت بيها طوالي، مشيت لهم وحطيت يدي في يدهم وقلت لهم أنا ما عندي مانع نوحد الجهود، وأنا بسعى برضو لتوحيد الجهود وبنادي دائما المنظمات بالذات، لأن المنظمات ممكن تقدر تدعم بحاجة في تسيير الجهد يعني بتاع المشروع ده ما سهل. من هنا بناشد منظمات المجتمع المدني، أي منظمة عندها الرغبة في المشاركة معانا في مبادرة نظافة الخرطوم تجينا. نعم، يعني الآن في استجابة برضو من المنظمات
وهل في استجابة من السلطات الرسمية مثلا ناس البلدية أو ناس المحلية، في تجاوب منهم وقدروا يتعاونوا معاكم؟ والله أنا لحد الآن المحليات اللي زرتها لقيت منهم تجاوب وترحاب بقدر كبير بصورة جيدة جدا يعني. نعم. طيب كلمينا عن المشكلات، يعني التحديات اللي قاعد تواجهكم في تنفيذ المبادرة. والله التحديات اللي بتواجهنا نحن كمنظمات يعني من أفراد في المجتمع ده شيء طبيعي، بيفتكروا إنه الواحد جاي لحاجة ربحية أو لمصلحة شخصية أو جاي يخش أو جاي يعمل كده، فالواحد بيلاقي مطاعنات بيلاقي حاجات زي دي، فدي حاجات بتلاقينا. تاني حاجة بنلاقي مشاكل، يعني أول انطلاقة عملناها في بحري وناس المحلية وقفوا معانا ونظفوا معانا، فتاني يوم لقينا الأوساخ في نفس المكان، يعني رغم إنه عندنا التوعية وعندنا برامج بتاع التوعية شراكة مع جامعة الزعيم الأزهري، برضو طلاب بيدخلوا في البيوت، عملنا خطة يعني ودونا عربات أو ودونا باصات كبيرة فيها طلاب من كلية الصحة، بنستهدف الحي والحي اللي بنمشي عليه، بنمشي يعني مثلا 3 باصات كبيرة بيدخلوا الطلاب في الحي وبيوعوا الناس وبيتكلموا معاهم، وبعد ذاك عندنا ميكروفون وعربية برضو بنوري الناس متين يطلعوا الوسخ متين العربية حتجي وتشيله. ده عملنا خطة كان قبل رمضان، أظن بعد رمضان جاء وقفنا نسبة الاستقالة الشديدة في رمضان، فقلنا نواصل يعني الشغل بعد رمضان، لكن الهيئة التزموا بأنهم نظفوا الشوارع الرئيسية وعرباتهم بتمر على الأماكن اللي احنا حددناها يشيلوا منها الوسخ، مستمرين الآن وحسينا بأنه في بوادر بتاعت نجاح يعني. طيب لقدام، يعني الهدف يعني البعيدة المدى لكم الخاتينها شنو؟ والله احنا البعيد المدى احنا خاطين الاستمرارية أهم شيء، والتوعية والتثقيف وورش العمل المستمرة في تنمية القدرات، رفع المهارات للناس العاملين، للشباب التوعية، لكل الناس اللي لهم علاقة بنشر الوعي يكونوا مدربين، يكون في استمرارية بتاع التدريب، يكون في استمرارية بتاع التثقيف في إعلانات مكثف، ده بيضمن لنا انه تكون في استمرارية بتاعة النظافة. نعم. عندكم فكرة يعني مبادراتكم دي تمددوها لمدن تانية تشمل كافة مناطق السودان؟ اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى بنمدد المبادرة لجميع انحاء السودان، لكن احنا اول حاجة يعني مكرسين جهدنا فيها نشوف عاصمة حضارية. كثير من الناس طبعا بيقولوا أي زول بيفتكر إنه السودان في الخرطوم وبيهتموا بالخرطوم وما بيهتموا بيهم، فنتمنى إنه تخلصوا من الخرطوم في وقت وجيز، بعد ذاك تقوموا تمشوا المدن الثانية، على أساس إنه نشوف السودان كله بلد نظيف وتليق بالناس يعني. انا بختلف في حته انه الناس تكون دي نظرتها، ان احنا نظرتنا للحاجه دي نظره طبعا اكيد عامه، لكن النظره الخاصه تحت السودان كله، السودان كله بيحلم بانه بوابه العبور اللي هي العاصمه او مدخل لكل انسان، يعني اذا كان سوداني او اجنبي تكون عاصمه تشرف يعني اول حاجه، بعد ذاك احنا طبعا كولايات او دي حاجات يعني أكيد يعني الناس غيرتهم على وطنهم كبيرة، وأكيد دي بطريقة غير مباشرة بتنتشر في باقي الولايات وباقي العواصم. المطار خلينا من الوسخ في الشارع، المطار ذاته ما مطار لائق بأنه يكون ده مطار الخرطوم الدولي، ده غير إنه وسخان، ده غير إنه ما مهيأ لأنه يكون مطار، ما فيه أي حاجة بتشير لأنه ده مطار دولي نهائي يعني. فنحن من المدخل بتاعنا عندنا غلط غلط كبير، خلينا لما تطلع برا في الشارع بلاقيك شنو غير الكوش والوسخ، المفروض السودان كله هسي ينظف العاصمة دي ويرجعوا تاني لقواعدهم، كل السودان يجي يشارك في النظافة دي في مبادرة بتاعت نظافة الخرطوم. السودان زمان في الفترة بتاعت السبعينات والستينات كان الخرطوم يعني عاصمة جميلة، الشوارع بتتنظف بالديتول، ما بتشوف كيس يعني ملغي في الطرقات يعني، فمفترض نحن نكون ماشيين لقدام، فالعكس الناس راجعة لورا. العاصمة الوحيدة أو البلد الوحيد هو السودان راجع لورا، لورا كمان رجوع لما يعني رجوع مخجل،
عجيب يعني، ما حاجة ذات يعني متصدق. لو جينا نعمل مقارنة مع السودان في الماضي والحاضر، ما في أي مقارنة في أي حاجة، ما في مقارنة غير بس كثرة المباني العالية دي وبس، لكن بنية تحتية ما في، صرف صحي ما في، شوارع نظيفة ما في، البشر ذات الموجودين تعامل مع بلد ما فيه نوع من الانتماء ولا الوطنية، يعني تحس بأنه حب الوطن خف يعني ما زي زمان، في مشاكل كثيرة يعني. طيب في المساحة دي يا أستاذة نجلاء، يعني بخصوص المبادرة بتاعتكم الهادفة والمهمة، الرسالة الدائرة توصليها للناس لعامة الشعب السوداني وين ما كانوا، في المدن، في القرى، في الفرقان، السلطات الرسمية، منظمات المجتمع المدني، بتقول لهم شنو في السانحة دي؟ والله أنا من هنا يعني بوجه رسالتي لحكام البلد دي، الناس اللي قاعدين في سدة الحكم، يعني بقول لهم من أخذ الأجر يحاسب بالعمل، والراعي مسؤول عن رعيته، فالواحد لازم يهتم بعمله وببلده ويحب بلده قبل ما يحب نفسه، ويحب مواطن البلد دي لأنه مغلوب على أمره وعانى كتير. فناشدكم من هنا إنكم تخلوا بالكم من البلد دي وتعملوا ليها. أنا بتمنى يسمعوها الناس المسؤولين، ربنا بيسألهم يوم الموقف العظيم من رعيتهم ومن بلدهم ومن المعاناة اللي لاقاها المواطن السوداني بالذات في حياته عامة، من الماضي، من جميع الحقب والأنظمة الشمولية المرت على السودان ده معاناة ما بعدها معاناة. الإنسان السوداني محتاج لكم، محتاج لرعايتكم، محتاج لاهتمامكم، محتاج لدولة تنهض بهم وتنهض بالمجتمع، وده ما بتم إلا عن طريقكم. وبناشد المواطن السوداني بحب وطنه، حبوا بلدكم بتحبكم، أحطوا بتحطيكم، الإنسان بتجازى بعمله، فالمواطن عليه بالعمل، عليه بحب الوطن. شايفة لجان المقاومة وفي تاني حاجة اسمها لجان الخدمات والتغيير، هم دول المسيطرين على الأحياء، بطلب منهم عدل كده يعني، ده دورهم في المجتمع، ده دورهم في الأحياء. لو طلعت الحاجة دي من الأحياء معناتها حيكون في تثقيف معمم على الناس كلها، وحيكون ما في مشكلة. لو كل لجنة مقاومة أو لجنة خدمات وتغيير اهتمت بسلوك حيها واهتمت بتوجيهاتهم وبترقيتهم بننهض. أنا طبعا متأثرة بهولندا يعني البلد اللي أنا عايشة فيها شديد، فنفسي يعني وحلمي إنه يتحقق والسودان يبقى زي هولندا يعني. يعني دي حاجة يعني بس غيرة على بلدي. أول في الأحياء الناس ما وسخ في الشارع إلا بالمواعيد اللي بتيجي فيه العربية تحت النفايات، والجانب الثاني ما في زول بيرمي وسخ في الشارع نهائي، أي زول حتى شايل حاجة بيفتش للسلة تحت الوسخ وين بيرميها، وما بيرميها من بعيد، بيمشي يرميها جوه كده لما يتأكد إنها رماها في السلة. الحاجة الثانية حب الناس يعني لبلدهم، تشوفوا في عيونهم إنهم بيحبوا بلدهم، بيحافظوا على النظافة، أي حتة تلفت عليها نظيفة وجميلة ومريحة للنفس. شكرا لك أستاذة نجلاء كرار، مديرة منظمة بلو هارت المنفذة لمبادرة نظافة مدن الخرطوم الثلاث. شكرا جزيلا لك على المشاركة في راديو دبنجا، الله يديك الصحة والعافية، شكرا لكم. وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.